السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف ندخل في شرح الجزء الثاني من كتاب ديني حياتي للصف الثالث الفصل الدراسي الثاني. طبعا عندنا في الدرس الأول هي سورة البروج. عندنا هنا ما ترتيب سورة البروج في المصحف الشريف؟ طبعا ترتيبها كم؟ الخمسة والثمانون من القرآن الكريم. لما سميت سورة البروج بهذا الاسم؟ لأن ذكر فيها كلمة البروج في الآية الأولى. الآن ننتقل السؤال في الصفحة اللي بعدها. طبعا عندنا هنا سورة البروج، طالب هنا تلاوة وفهم، يتلوها ويفهمها. بعد ذلك ننتقل إلى حل الأسئلة اللي هي اكتشاف المعاني. عندنا هنا الكواكب، وهي بمعنى ماذا؟ البروج، يوم القيامة، وهو اليوم الموعود. عندنا هنا اليوم الموعود. دعاء بالهلاك والطرد من الرحمة. طبعا عندنا هنا قتل، نكتب قتل. الحفرة العظيمة في الأرض، وهي ما وهي الأخدود. أخذ الله الظالمين بشدة، أخذهم بشدة، وهي بطش. اختبرهم في إيمانهم بإيذائهم. طبعا عندنا هنا فتنوا، عندنا فتنوا. تأمل الصورة التالية وأعبر عن عظيم قدرة الله تعالى في خلق الكواكب. طبعا الكواكب تسير بماذا؟ بانتظام، تسير بانتظام. أيضا طبعا نظامها يدل على ماذا؟ يدل على قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى. الآن ننتقل إلى هنا، اقرأ وافهم. تبين السورة الكريمة أن فئة من المؤمنين في العصور السابقة ابتلوا بإيذاء أعدائهم لهم ليصدوهم عن دينهم، وهم مع ذلك قد صبروا على آذائهم ولم يرجعوا عن دينهم ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد حكى الله تعالى هذه القصة في القرآن الكريم لتثبيت المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحثهم بالصبر على آذاء أعدائهم. وقد وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم يوم القيامة، وأنه سيعاقب الظالمين. عندنا هنا إن الجزاء يوم القيامة من جنس ماذا؟ طبعا الجزاء يوم القيامة من جنس العمل، نكملها بالعمل. الآن ننتقل في السؤال اللي بعده اللي هو تعاون مع زملائي. تعاون مع زملائي. إن الله تعالى شديد العقاب، وهو غفور رحيم، يقبل توبة العباد ويغفر ذنوبهم لطفا بهم. نكتب الآيتين دالتين على ذلك من سورة البروج. طبعا هنا نكتب في الآية الأولى، نكتب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. طبعا نكتب باقي الآية. أما هنا نكتب
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيضا نكملها. الآن ننتقل في السؤال اللي بعده، تعلمت من سورة البروج، ماذا تعلمنا من سورة البروج؟ طبعا هنا عظيم قدرة الله تعالى في ماذا؟ في خلقه. أما هنا صبر المؤمنون أو المؤمنين على الإيذاء دليل على ماذا؟ دليل على قوة إيمانهم، دليل على قوة إيمانهم. عندنا هنا أكمل الفراغ بما يناسبه، من الأقوام الذين كذبوا الرسل الوارد ذكرهم في سورة البروج، طبعا هم من؟ هم فرعون وثمود، هم فرعون وثمود. وعبر شفويا عما استنتج من قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طبعا إن القرآن الكريم وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، هنا كثير الخير والعلم، طبعا هذا اللي هو القرآن. الآن ننتقل في الصفحة التي تليها، عندنا هنا أقارن وأكمل الجدول التالي، المؤمنون الصابرون أصحاب الأخدود العمل والنتيجة. طبعا المؤمنون الصالحون هنا آمنوا وعملوا الصالحات، نتيجة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أصحاب الأخدود فتنوا المؤمنين والمؤمنات، نتيجة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا هو ملخص الدرس، أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.